ما هي إلا ساعات قليلة هي حين وقت الحجر الصحي. نحن هنا بدائرة دار البيضاء بالعاصمة. مهمتنا مرافقة رجال الأمن في عملهم للسهر على احترام المواطن إجراء الحجر. دائما وقبل كل مهمة يعقد اجتماع تحضيري. الكل هنا يسجل توجيهات لإنجاح المهمة. L'objectif de cette réunion, tout simplement, c'est pour encadrer donc mes cadres en premier lieu et tous mes collaborateurs qui sont continuellement sur le terrain. Donc leur rappeler donc les instructions fermes de la plus haute ou la des plus hautes autorités donc du pays concernant le confinement. Donc ces instructions sont portées un sur l'interpellation donc de tout individu pédestre ou motorisé donc qui ont dépassé l'horaire prévu du confinement qui est 15h à 7h du matin. الساعة الآن تشير إلى بداية فترة الحجر. هاي الحاج دخلنا الدار. حاج الكل ينطلق في مهمته. أعوان الشرطة ينتبهون لشباب لم يحترموا إجراء الحجر الصحي. قمنا بتوقيف بعض المراهقين الشباب تاع الحي هنايا اللي خلقوا الحجر الصحي، ورانا نقتادوهم درك لمقر الأمن الحضري باش نقوموا بالإجراءات. دورية الأمن لا تهدف فقط إلى تعقب المخالفين للإجراء، بل تلعب دورا مهما في نشر الوعي لدى المواطنين من خلال إبراز أهمية الالتزام بالحجر الصحي تفاديا لتفشي فيروس كورونا. على بالك بلي هذا الماركيط في باكستان هو اللي ضرهم بزاف، ها؟ لاحظنا بعض الأشخاص اللي خالقين الحجر الصحي، ولكن الحجج اللي عطاهم لنا وقدموهم لنا قنعونا، وعلى هذا الاساس بعد التحسيس اعطيناهم توعيه وتحسيس من الخطر وجودهم في الشوارع في هذه الفتره هذه. طلبنا منهم باش يغادروا ويدخلوا للمساكن ديالهم مباشره. مهمه التصوير انتهت، لكن عيون الشرطه لا تزال صاهره على الالتزام التام بالاجراءات الوقائيه. شعارهم سلامه الكل من وعي الفرد.